يا بي شلونكم وشلون صحتكم؟ يوم جديد وفيديو جديد، لا تنسونا من اللايك، كل ما مشترك بالقناة خلي اشترك، خلونا لايك بعد اشتردون حتى لو جبت لكم. واخيرا جبنا لوت يا بي، بس شنو تعبانات يا ولد، لازم شنو نسوي؟ طلعنا بسرعة، طبعا بالطريق هنطار من عندنا واحد، يلا ما مقسوم انه هذا واحد اشعل صح سيوم هذا، بس اريد يطلع سد الباب. هذا واحد طلع، الثاني طيب تعبانات من الطريق، اكو بين اثنين مهاليس، واحد حرامات طفر من عندنا، هذا الثاني خلي يرتاحن، وهذا الثالث كلهن بحله يا ولد، كلهن بحله، هذا الثالث، هذا الرابع. اني اربعه، يلا خلينا نخلي لهم ماي لان تعبانات كلش. طار من عندنا واحد حرامات والله، شوف شلون يولد الافن طيب تعبانات، يلا خلينا نخلي لهم ماي، هذا ماي وخليت لهن، وراح اخليهن وانزل لان الجو حار كلش، خليهن على راحتهن صعدن على الترايش يشربن ماي، من هذا العصر نصعد لهن نشكلهن ونطلعهن بالسطح. هاي سامي التور طالعات، وهم طار تو مني اصعد، تشوف هذا واحد حاط وهذا جاي يطيرن، شوفون فخليه يخطي الجو حار خلي ينزلن، وهذا هم يشربون ماي. ويا ولد لا تنسونا من اللايك بعد ما اوصيكم، حلو، لان بعد اشتردون لوت وجبت لكم، خبصتوني باللوت وهاي جبت لكم، فما اريدكم تقصرون وياي بس لايك. هاي يا ولد شلونكم وشلون صحتكم؟ طبعا صعدت العصريه، اول ما صعدت يعني الجو شويه حلو حلو، كانت الشمس من تطيح هيك جو حار، لا بس هسه شوي شوي جاي يقلب الجو، فلقيت الزواجن ما عندهم ماي خطيه ميتات من العطش، هسه راح احط لهم ماي، التور تعبن قويد دخلتهن، اول شيء سوي نحط الزواجن ماي، حلو؟ طلع عبالي صدق ماكو ماي، طلع اكو ماي، حولتهن، شلت مالت الزواجن خليتها هنا ومالت اللوت خليتها هنا، عبالي ما بيها ماي، طلع بيها ماي بس ما في ماي يشربن. فمتعودات على هاي ماشين فعيفن هو الاحسن. تشيني نايمه بصف البيض ما شاء الله، الذكاء عندها صاعد فول، شوف شلون نايمه بصف البيض ماكو هيجي، فخطيها انه يردن يطيرن، بس ما ادري شو تقولون، نطيرهن لو نطلع اللوت، ما دام اول يوم جايبينه يتعودن على السطح شوي نشنشن يطلعن اعلفهن هنا، فخلي طلع اللوت ان شاء الله باكر الصبح، لا طلع اليوم اللوت العصر، باكر الصبح للتور والعصر للزواجن هيجي. فهسه عندي اثنين ماهن مهلوسات، اللوت راح اهلسه يا وليد لان عندي هذا مهلوس، طبعا هذا صاحبي جايين اشترينا الطيور فطق الكارتون من عندي وطار وجاب لي هذا بداله، قلت لكم طار من عندي بالطريق فجاب لي هذا الاحمر بداله، ف راح اهلس هذا الاسود ما مهلوس، وهذا الاشعل ما مهلوس، لا هذا الاشعل وهذا الاسود ما مهلوس، فراح اهلسهن، عندكم هذا مهلوس وهذا مهلوس وهذا مهلوس، حلو، هذا الثلاثه مهلوسات، هذا السود ما مهلوسات، هذا الاشعل الجو ما مهلوس وهذا الاسود ما مهلوس، فراح اهلسهن على مو شنو يطلعن كلهن سوا، كلهن يطلعن نفس السوا. فانا الاشكال مال اللوت يعني شكلكم ما اثق بيه 100%، خرب جناح الطير، فراح اهلسهن اجرهن على مو يطلعن كلهن سوا، حلو. فهذا بي رقم تليفون، هذا بي رقم تليفون راح اشلحن، هذا حديد ما ينشلح، هذا بي قراصه راح اشلعه وراح نطلعهن، واريد انظف القفاصه ان شاء الله على الفيديو اللي وراه، ننظف القفاصه، ننظف هذا القفص حلو، وننظف حتى هاي كلها راح انظفها ان شاء الله على الفيديو اللي وراه، حمله تنظيف كلش قويه، ننظف هذا البرج وانظف هذا يمكن ما انظفه لان جو ابيض، انظف هذا وانظف هذا البرج وانظف القاعيه، يلا خل اجر اللوت ونطلعهن. هذا اني جريتهن وطلعتهن، خطيه هم نسلن وهاي نشنشن شويه وجوعانات، خلنا نوكلهن، خلي ياكلن خطيه كلش جوعانات، خلي يرتاحن شويه لان جبتهن مكان بعيد كلش، بس هذا الاسود خايف من عداد الاشعال، هذا الاشعل حيل خايف من عندي، بس لا يطفر، خليت انا ثلاثة بثلاثة، لا ما عليه شي، ها قول يا الله، قول يا الله، انا باللوت ما مشكلة باللوت،
ولا اتفائل باللوت. يلا اكل اكل يلا يلا خي شوف وين مستغربات شوية على السطح. عادي عادي طلع لهن الماي. وانا ليش طلعت ما طلعت الزوجة؟ اريدهن شوية يرتاحن. طبعا هاي ما شفين الترايش فالتات. شوفوا يا ولد فالتات الترايش ما ليش شو ضبيتن ضبة حلوة. يلا هذا ماي شربون. جوز ما متعودات على هاي، راح اخلي لهن سطل واخلي بيه ماي. شوف التينية يا رب نايمة بصف البيض. المشكلة هاي التينية راح تسودني. خلي ياكل خلي ياكل. تعال لك ليش على تعال لك. طبعا كلين في حلة يا ولد كلين في حلة، وان شاء الله اذا صار لي واهس بيهن اول شي راح اذبها علي في حلة، واذا صار لي واهس وشوية ها صاين طيور زينات وبالشتاء فادق القفص هنا واذبن ثاي. هسه على مودكم انا ذبيت بس في حله. تعال شو ولي منه ولي ولي روح روح يلا 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 يلا. لا زين ما يقدر الطير ما يقدر يصعد، بس ذني خوش حلوات كلين وارتاح للوضعيه كلش. راح اخليهم بالسطح من نال المغرب. شوفون كلين مهاليس، هذا الاسود جريته وذاك الاشعل جريته. خلينا نشن خلي لهم راح اخليهم ذيك الطاسه الحمراء خلي لهم ماي. شوفوا شلون عطشانات خطيه. خليت لهم ماي بهذا يعني ما متعودات على ذنيك القطارات. تعال نكلين وشربوين ارتاحين كلش كلش تعبان. انا تعبانات انا ردت اني شوي طيح الشمس واطلعها. انا ادري بيهن تعبانات. شوف شلون عطشانات خطيه. يمكن ما شربات ماي والله ما ادري. يمكن ما شربات ماي يا ولد لان هذاك الاسود جاي لاهث حلو وجوعانات كلش ما متعودات على ذن القطارات مات الماي. روح 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 هذاك ما يشرب. روح هسه مدام كلين وشربين حيل 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 مستغرب هذا الاشعل. لا جاي ياكل لا جاي يشرب ماشي سالفته. شوفوه حيل حيل مستغرب يعني مو شو ما كان. يلا كافي صارت الدنيا مغرب. خل ادخلهن والترايش باكر شوف لهن حل. كل يوم هيك المغربيه نطلعهن على الجوع. من هنا يطلع نسلن ثابتات وماشيات حتى سطحها بذاته. بس انا فضلت الجر يا ولد احسن. فضلت اجرهن احسن على موت شنو لا يخرب جنحهن. ولو انا طيور لا شايف مطيار لا شي هي جبتهن والله على ونسيتكم رحت وجبتهن. نوب تعال هسه طبهن يا راه عذبني. ما حافظات القفص. تعال هذا آه باب مفتوح باب مفتوح الباب مفتوح باب مفتوح. اللي دخلهن هاي السالفة ما تفيد اذا صور ما يدخلون. ها ها اي اي يلا 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 صباح الخير يا ولد شلونكم. طبعا اليوم نيتنا نفك التور حلو الفكة الثالثة بس شنو ما صارت حرامات. امس ردنا نفك ما صارت واليوم هم ردنا نفك وما صارت. فخلى فكن راح افكن اطيرهن. قبل بس طيرتهم طاحن هيجي هذا مكعكل الاثول حط هنا على القفاصة. شو شلون تأخر ما راح ويان. طبعا انه شوفون طاحن ذني بلكت الله. روح ويان ملك ويني مرة هذه. روح 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 ويان رب يوم راح يرحم راح يبعدنا هو بعده. طبعا يلا يلا خي طير له شوية ورد حط ليش اذن الفرخات جاية على كيف انا ادس بيهن فهو وياهن عادي عادي حتى يروح حتى يوم ما يروح. ان شوفون ما عن طبعا اختفن ها صار لي جد هذا الدندن.
ذني. ذن جاي تباينه لو لا بالموبايل ما يتباينه. طبعا كلش كلش حلوه الفكه مالتهم، بس اطلعها من القفص قبل طارن، يعني قبل شوفون شمرن هناك شمرن. فشي كلش حلو. طبعا اللوت تو بدلت لهن الماي حلو، واذا بدل للتور الماي الزواج العدن ماي نرتب، لان بعد جو منا وراي راي يصع راي يحتر تطلع الشمس عليه فخطيه. يقول الجو شوي قلب، يعني هسه بروده بي هو بي جاي تجي لنا هويات او لمس وامس هو كلش عالي الحمد لله وشكر كلشي ما عليين ولا حاسن ولا اي شيء، يعني هويات كلش كلش قوية قوية او لمس وامس الهويات كلش قوية، ف ولا لهم غرض ولا يعني كلشي ما بيهن. فهاي راح على فراسي وانا منهم بالشتاء الحمد لله والشكر، العام عذبني بالشتاء كالساعة طائرات، فالسنة لا غير. رجعنا من الفصل حلو، فكضيت المخاليف وطيرتن وياهن ذن الثنين الجدد قبل صفن وياهن قبل وياهن صفن. اكو واحد ما مصبغ اريد اصبغها من المخاليف الجدد، والارافل الاثنين هم ما مصبغات. شوف صلوات قبل وياهن صفن، يقول صالحن يجد طيران صالحن اسبوع سوى طير. هذا واحد جوا واحد وينه ما مصبغ، ما ينعرف ان كل نفس اللون صلوات. هذا الجو جاي طير هذا بوحده، اشوفوا الفرد هذا واحد من عدن بس هذاك بطل، هذاك ما مصبغ انا سبع بس يشوفون يصفوا ياهن ما يعوفن، بس هذا يفرد ورد يفرد ورد. هذا وراه شوفوا هذا اخر واحد هذا ما مصبغ، لا رافي لما يتصبغهم برتقالي يتحرك جناحين ظلات ذن الزغار. هذا اثنينات الزغار شوفوا اثنينات على اليسرى على اليمنى قصدي اثنيناتهم، هاي واحد جو واحد ويان صف. يلا انا هم خليتني المال يوم اجي اسبحهن حلو، خليت رسلين الماي خليت كمل الطاسه ترس ان على راحه خي طيران شكل ماي زين ينزلن. شنو واحد فرد من عدن؟ اي والله واحد، اي هذا شوفوا على المخلف فارد من عدن ما له شيء ثابتات، بس اريد هنا انا اقوين ما دام اذن يقضون فصل على مو شني تعودن سوا، اذن شوية تعبانات جايات وذن مطيار انتوها فعالبيت. هاي شوفوا مو جاي افترن عالبيت انا طيرن وياهن. هذا هم فرد المخلف الجديد، ارجع ولك صفيان ارجع يجي طير ببحدك كل يومي هيجي فت خمس دقائق طيران الصبح منا لما ننفكن وياه النوب النوب حتى العصر. العصر انا طلعت الزواج اليوم، بس لو العصر اثبتهم بعد اقوى، يعني يوم يتلاذى انا فاكن وياهم فصل، بس ما جاي اقدر افكن العصر بس الصبحي، يعني راد لي بعد يومين ثلاثة اربعة هيجي يلا فكن فصل وياهن. شوف زين صافات سوا وطيران، بس اذا افكن فصل ذن مني ارحن يقطن من هناك ويجن، لان ذن وين بعدين مو يعني كل هذا جنحين قوي. لو العصر اطيرهن الصبح والعصر جنحين يقوى، بس انا جاي اطيرهن بس الصبح، العصر لو للزواج اللوت للوت. ها هنزلن كلهن حاطن اي ينزل جو الف رحمة على والديك. هذا من الجدد وهذا الجو هم من اريد نزلن جواني يا اخو متعودا على البيتونه موتني تعودا على البيتونه يوقفن على البيتونه وظلن لا ينزلن لا فد شيء. هسه انا وشوي قلت خل جوا احنا مسانه ما معشين ترى يا ولد هسه شيل عم مو طيارهن طارن يمكن هسه بي ربع ساعه ما ادري 20 دقيقه اما مو طيارهن ترى، بس انا شيل مجوحن شوفوا على البيتونه سولا يتعود انه بمين يحطن على البيتونه من ذيك الصفحه، يعني لا تقدر تذبلن عرف يشوفونك لا بد شيء.
هاي حاطن على البيتونه بذيك الصفحه وظلن هاي ظلن يا وين الزواج عودن ان الزواج عليك الصفحه على البيتونه قصدي ابن القاد يسأل ابن القاد هذا اخر واحد حط شوف التعليق اكتبوا لي وين ابن القاد وين ابن القاد هذا القاد اخر واحد حط وياهن ترى يا دي ام زين شويه نسالهم هم جاي يطلع يا جاي يطلع يعني يومين ثلاثه بعد ابدا نشنش بهن التيادي نسالهم شوفوا اذا مبين منه بس بعد ايش راح عيد شهر العاشر وهنا ما كامل نسالهن هذيك من نسالهن والله ما اسوي قفص بوحدين طيرني التور ان اثنين حتى ما تسوون بعد ما بيضن شي برد الجو ذن الكبار ملاتي